هو ده سؤالي للاستاذ عصام. هو انا لما اجي اتكلم واقول يا جماعه انا حقي ان انا ما العبش في المغرب، وانا حقي ان انا اقول ان ثلاث سنين ورا بعض في المغرب، حقي ان انا كاهلي يعني حقي ان انا اقول ان انا محتاج نص الملعب يكون من حق اكمل بس يا استاذ عصام معلش، حق ان انا اكون حق ان انا نص الملعب يكون من حق جمهور النادي الاهلي، حق ان يتم المسؤولين في السفاره المغربيه او المسؤولين في المغرب ان بدل ما نطلع يوم 30 كالعاده 10 ايام السفاره بتاخد 10 ايام، وده شيء محترم جدا وعلى دماغنا، دي حاجه يعني دي حاجه قيود مغربيه دي مالهاش علاقه بالدوري، احنا مش دعوه بيها علاقه بيها، ولكن دي حاجه جديده بتحصل او حاجه استثنائيه بتحصل، من الممكن ان يكون كل ده ملوش اي علاقه باخواتنا استاذ عصام في المغرب طبعا. ملوش اي علاقه والله ما له اي علاقه يا كابتن. ما انا وانا يعني بتحلف له انا مغربي يعني المقصود ايه انه انت لو عندك كفرنج يعني انت النهارده لا تستطيع ان تلوم لقجع رغم اي شيء نعلمه، لكن لا طبعا لا هو طبعاً. يعمل من اجل منظومه طبعاً. الجامعه المغربيه لكره القدم طبعاً. القرار اللي سمي بين تنصيص فوقي يعني مش اقل من وزير الشباب والرياضه ولو بيسموها هناك الشبيبه والطفوله، انه مباراه الديربي اللي طرفها الثاني وهو يعني ربما الاعمق شويه جماهيريه من الوداد وهو الرجاء، صمم أن يأخذ حقه كاملا وأن يلعب يوم 25، فيأتي قرار فوقي بعدم لعب هذه المباراة، بل لا يحدد لها موعد كمان، كلنا وداديون إلى أن يلعب الوداد. هنا بقى لو إحنا عندنا كفر السيد جمال لقجع برضو بتاعنا هنا مثلا أو السيد هاني لقجع، تضافرت جهودهم انهم يوصلوا الرساله اللي انت بتقولها، وده كلام بجد مين بقى. مين السيد هاني لقجع ده؟ اللي هو لقجع بتاعنا، ما كل حد عنده لقجع بتاعه. المفروض بقى ان احنا كنا نشتغل على ده وان نكون حاضرين في الميعاد، انك انت تقول ان الاجراءات هذه تقابل في مصر بالتاشيره المره الواحده في المطار، التاشيره المجمعه، كلنا سافرنا ده في بلادنا العربيه، واتوا مؤخرا يعني في جماهيرنا في المباراه في الكاميرون واتت جماهير السنغال، فما بالك بوطن واحد وعرق واحد، انما هؤلاء لم يفعلوا اي شيء للامانه بقى. خلينا كان مكان اخويا سامي قالها وانا سمعتها اهو دلوقتي حالا، انت الان الاهلي في هذه المعركه وحده، ولكنه يتصرف بمنتهى الاحترافيه، بمعنى على لاعبو الاهلي والجهاز الفني ان يعوا تماما انه في الاخر انت في المغرب، انت مش في مكان يعني مهجور ولا غير مأهول، انت في بلاد اقصاها مناوشات كره القدم بتحصل. وانا باكد لهم اهو وبتحصل تحصل وحلو ولا ازمه بالظبط، لكنك يعني وده دور اعتقد سيد عبد الحفيظ شغال عليه كويس، واكيد معاك كابتن سمير عدلي وحسام غالي لما بيعدي والكابتن خطيب قالها على طول بقى مقفوله، محدش له دعوه بالموضوع خالص ده. وبالتالي ده عليهم بقى ان يقدموا خلاصه جهودهم. هنا مفترق الطرق، انك انت بتتدرب على ده، وسبحان الله تاتي بقى روح الفار الله يرحمه والحاجات دي علشان تخلي اللعيبه يبقى عندها حصه تدريبيه على ما يمكن ان يواجهوا به في منظومه التحكيم اثناء المباراه وحاجات زي كده، وبالتالي الان الفريق عليه ان يلعب بكفاءه، وانا اتصور انه النادي الاهلي يمتلك من الخبرات اللي يقدر يسكت بيه الملعب، وكان عنده بروفا في وفاق ستيف يا جماعه بالظبط انك انت عرفت والرجاء لا خلينا كمان في وفاق ستيف اللي كان محمل يا محمود بان هو يعمل اي حاجه صح. لتاريخه واسمه صح. الحقيقه طبعا كانت منازله شريفه طاهره من الاخوه الجزائريين طبعا. لكن كمان قدر النادي الاهلي ان يجعل الملعب يعني هادئ الطباع بايه؟ بكره القدم التي لعبها النادي الاهلي، اللعيبه خلاص ده موقف الاهلي سيراعيه لما يعرفوا بقى الاجراءات، لكن النادي الاهلي كل اللي بيصمم عليه ده هو تجميع لملف واضح وصريح، والا ما كان جوميز قد تغير، والا ما كانش رئيس الويفا جاي، وبالتالي يمكن انا يعني قلنا مع بعض هنا حبذا لو النادي الاهلي يعني يوجه الدعوه لنجوم كبار عشان تبقى جرصه والناس تتفرج، اعتقد اللي حصل ده لصالح فنيات واحترافيه كره القدم، لا له دعوه بقى بشعب المغرب ولا له دعوه باي حاجه صح. لكن لما تعرف انت ان بعض المسؤولين في خمسه شارع الجبلايه بيقولوا المعارف من المغاربه هنعمل ايه، هو الاهلي كده نعم بدل ما تقول له الموضوع مش خاص بيك حلوه دي يا خبر ابيض يا جماعه، يعني مش ممكن مش ممكن انك انت
مقابل يعني يا دوبك عشان عايز الناس تعرفك تبقى بتتكلم بالشكل ده مع الاشقاء المغاربه. يا اخي فهمهم انه ده مش موضوع مصر والمغرب ولا حتى الاهلي والوداد، لانه يفترض في ظل منطق مباراه في ملعب بيتم اختياره زي كل العالم المتحضر ولا افريقيا ومصر والمغرب شبهه طبعا، انه ده ملعب لاتنين ضيوف فيه بالمناسبه. ما حدش قال ان الوداد هو اللي واخد الماتش. لازم الاشقاء تصل لهم هذه الرساله، وده ممكن يبقى دورنا من خلال حضراتكم بالظبط كده يا استاذ. يا جماعه ده احنا وانتوا هناك، ده اللي هينظم الماتش حتى خفوا عن اللي انا سامعه كمان من يعني مش الاتحاد المغربي ده. الاتحاد المغربي بيعمل يا استاذ كابتن اسلام يا استاذ محمود يعني الاساتذه الكبار حضروها قبلنا، اللي هي فكره اللجنه المنظمه اللي هي ايه بتاعت البلد دي. تمام. ولا علاقه لها زي اللجنه اللي انت خاطبته هو يا ريس، ما انت مش هتخاطب الاتحاد المغربي ملوش طرف. الله ينور عليك. لو سمحت سهل لي تاشيرات الدخول، لو سمحت اديني الملعب، لو سمحت اعمل لي كذا. مقابل الفساد الذي يوقع بين طرفي النهائي الوداد والاهلي بشعبويتهم هم، لانك انت ما انت مش والاهلي الاول اللي مش طبعا مش بعيد يعني ان انت لا مش عشان حاجه، هو القرعه قالت ان الاهلي الاول. ما اقصدش يا كابتن، قصدي ايه يعني انت مش بعيد انك تلاقي بهوس كره القدم رجائيين او غيرهم مش حابين الوداد يكسب، ده طبيعه كره القدم. طب يعني هو بتاع مانشستر يونايتد عايز مانشستر سيتي يكسب؟ لا طبعا. بس انت شفت واحد من بتاع الرجاء طلع والنبي قال لا ما اقصدش انا لا 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 انا الرساله دي للاشقاء هو بيقصد حاجه ثانيه. انا بقصد حاجه ثانيه. انت شفت حد من جماهير الرجاء وانا بتوع الرجاء طلع قال واحنا نساند النادي الاهلي و... يا راجل هو ده يصلح اصلا؟ دي حاجات بتبقى في السر. انا عاوز بس عاوز اقول لك يا راجل اذا كان انت بتتكلم وبتلقي بكره نار على حاجه ثانيه خالص. ما انا فاهمها والله جوه داخليا. طيب. واحد يطلع بعد ما يقول كلام محترم يقول لك ايه هو لو كان الهدف ده مش للنادي الاهلي كانت الدنيا سكتت. طب ايه رايك في الروح الفار يا كابتن عصام يا ابو عبد الفتاح؟ ها في الفاول اللي مش فاول اللي جت جون، في الروح الفار بقى؟ مش ده برضو كان يستحق الروح الفار؟ ده بروح الحلقه؟ ما طبعا روح الحلقه روح الوقت حاجه جديده روح الوقت في حلقه وحد قال لك وحد قال لك روح الوقت يا جماعه والله العظيم. لا وايه بقى في سؤال انك انت يا فلان شفت الوقت؟ قال اه هو فعلا ضاع وقت كتير بس برضه 7 دقائق ليه؟ نعم يعني انت مقر ان في وقت كبير دلوقتي يا استاذ عصام. دلوقتي احنا عندنا كل حاجه وليها روح. يعني حضرتك ممكن دلوقتي ايه تقول لي روح البدله يعني ما كل واحد يقول اللي هو عايزه بقى.